اهلا يا الحبايب، دخلوا مرحبا. اليوم كيف قلت لكم في الانستغرام غادي المهم اول حاجه اهلا يا الحبايب، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ان شاء الله تكونوا على الف خير. كتشوفوا معايا اميره، حيت اليوم غادي نجيبو معكم اولا نجيبو بكم دويره في الدار. ياك اميره تجيبو لهم دويره في الدار؟ ايه من اميره راه تبع كاع قريت من شني ولا قرصات البارح بالليل. يلا زيدي نوريهم. بداو في الداخل هو الاول. ياك المهم من دخل غادي نوريكم اشنو هادي هي الدخله. ملي كاين واحد كيدخل من على برا كتجلسي هنايا مثلا وكتحيدي السبريلو وكتلبسي كاسندالة ديال الدار اللي كتلبسي يعني دابا، ولا كتلبسي الخشبة كتمشي حيت الارض اصلا مقيه حيت الزبل كيبقى هنايا القدام وكيكون الصراحة شي زبل نيت صافي. وبالنسبة للمتابع جابو الصباط ديال الاسماء واه ما كاين لا بلاكار لا حتى شي حاجة، لا هادو راه غير الصباط اللي كنستعملو للاستعمال اليومي دايما. اما بلاكار الصباط اجي تشوفو هنايا بلاكار هو هدا على بدو من هنايا من الفوق من تحت زعما الفوق كله هذا خاص غير بالصباط، يعني كلشي حاطو زايدين عاد هنايا في الصباط. المهم ما بقات الصراحة مخربق شوية ولكن معليش صافي. تما في البلاكار حيت هنايا كيبان لكم كلشي مخبي مكاين مكاينش قوة تيقول لها سارة قوة تخربيق ولا خرج تخربيق تخرشي شي يقولوا لي كاع ما عرفت. المهم هنايا بلاكاري ديال الجاكيطات ديال هاد الوقت يعني بقى صافي كنلبس غير شي حاجة كنلبس راس كاين جاكيطات كاري تيشيرت شي حاجة خفيفة. وهنايا غير بلاكار تاع هنايا كاين جاكيطات تاع ربيطة ديالو إلى آخره. وهنا حتى هو ديالو. وهنايا كاين غير سبيراتور عاد هنا بحال بلا جا عندنا شي ضيف بغا يعلق شي جاكيطة كنعلقوها عليه هنا. هاد الدخله هنايا كيما لكم راه معلقين فيها ديجا الجاكيطات، الا شي ضيف كنعلقوا ليه الجاكيطات تما صافي. وعاد في كل ايطاج هذا في الدار كاينه كتكون طواليت وحده ولا جوج على الاقل. المهم هادي ديال الضيوف الا جاتنا شي حد. المهم حنا كنسميو لكم هنا كذلك فيها حتى الدوش يعني كتواليت كتغسلي يديك وكدوشي هنايا هنا فين كاين دوش يعني هذا الفوق وهذا التحت. دابا غادي ندوز للمكتبة فين راه كاين حتى الدري خو أميرة صغير في خوتو الدراري كيلعب هذا في البيسي وفين هي على حساب غير المكتبة الواحد فين يلعب او يقرا شي كتاب او يتفرج كذلك في التلفزه. ما بغاش يشوف التصاور باقي ما تعلقوا اللي عطيت الدرجه في عيد الميلاد. صافي المكتب راه ليها جوج بيبان، هذا الباب اللي كيدير ديريكت للكوزينه والباب الاخر اللي الواحد يجي من طوال اولا هاد المدروج كتختصر حتى تبقى صافي صافي. ودابا هي هي الكوزينه اللي موات فين كتشوفني فيها انا مثلا كنقول اسما ديما ولا مثلا كتصورونا في الكوزينه ولا في الصالون يعني حيت لا البلاصه حنا كنكونوا بزاف. المهم الكوزينه هي هادي باش المكلي اللي كنشدوها بزايد كنديرو هنايا يعني عندنا الخزانة هنايا وكاين حتي وحدة في العكاب. المهم هادي لي الاستعمال اليومي داكشي لي كنستعملو كيكون هنايا واللي زايد كتر كيكون يمشي هدا لعكاب صافي. هادشي فيه غير المشروبات الغازية الخضرة داكشي لي كنحتاجو كل نهار صافي. كيبقى هكا كيتم فكيبانو محتاج زعما داكشي ضيف كلشي مستور صافي. الكوزينة عندها هاد الباب وعندها هاد الباب اللي كيخرج البيكالا وهذا كيخرج جهة لافيسين. بالنسبة للمتابع اللي يقول لك لا واش ما خفتوش هذا من شفارة الى اخره على حساب الزاج علاش ما دايرينش الحيط، هاد الزاج ديال كي كنقولوا ضد السرقة
ما كيتهرش في ساعه كياخذ واحد ساعه ونص حتى ساعتين واخا تجيبي مطرقه تهرسيتي ام فكي تهرس كتطلق انا او شي حد كيبقى يبغي يحاول يهرس او غير كيتضرب الجاج كتطلق هذا شي يقول انا نعم في الدار كتسمع عرفتي كتسمع هنايا كامل وكلشي كيجيو الجيران اللي حدانا باش يشوفوا ديك لالارم راه كيجيو البوليس من با 5 دقائق كيكونوا هنا باش كيشوفوا اللي واقع زائد عندنا الكلب في الدار اي حاجه هو ملي انا كنطرات لي واحد المشكله ان جوج فراني ما كنتش عارفه الصراحه ديك الساعات وكنت قلت لها راجلي والكلب جاب الله كان معايا في الدار كنت بوحدي في الدار وديك الساعه قبل ما نولد اميره كان معايا الكلب الكلب اصلا ما موش كيعض ولكن عاتي بقى واقف حدايا وديك بين يا بقى ديك كنقول واه مال وكنقول ليه زقا وهو حاس بانه مشفر وملي عاد القصه شنو وقع الراجل قال لي كنعيط تقول لهم غتمشيو ولا غنعيط لكم البوليس قال لي كانوا غيجريو يمشيو في حالهم ولكن ما عرفتش ما كنت كنتوقع هنايا حتى الشفاره كاينين هنايا في المانيا حيت ديك الساعه ديالها كنت جديده صافي المهم هاد الزاج ماشي دغيا كيكرس هذا بحال الحيط وصافي وعادي الا بغينا مثلا كاين صداع في الكوزينه بغيتي تعزلي ما بين بيت التلفازه والكوزينه هي كتشدي هادو وكيتسدو المره غادي يرجع وفي بطاريه كتعزلي ما بين بيت التلفازه والكوزينه المهم هذا الفيديو على يعني حسب هذا المتابعين ياخذوا افكار مثلا ما تعرفش اذا بغات تبني دار ولا بغات تبني فيلا وهذا يكون بعدا واحد الافكار اللي تقدر ديرها في دارها اللي مهتم بهذا يقول لك اسماء ديالاش هذه ولا ديالاش هذه تقدروا تخلوا في التعليق او في فيديو اخر غادي نشرح لكم بالضبط اشنو هذا كاين في الكوزينه اميره اجي معايا ماما اجي شوف الفوق شوف الفوق هنا المهم اني هاد الساعه مسكتينا الصراحه غير داك البورطابل هذا غير كتشوفني كنتحرك فيه غير حتى نرجع نخليوها يلا حسيتي شو نسد الدروج المهم اول حاجه غنبداو بيت النعاس المهم هاد المرايا عاد وصلتنا صراحه جديد ماشي قديمه غادي ندوزو جهة الدوش المهم قبل الدوش غادي هنا جهة بلاكار ديال الحوايج المهم غير كيتدفع هاد الباب كيتشعل اوتوماتيكمون الضو ديال البلاكار المهم هادي هي جهتي كيف كنتو شفتو قبل عند سنة معرمة بد الحوايج المهم وهنايا جهة راجلي المهم باقي الصراحه غيداروا هني شي تعديلات هادشي كله غيجي بلاكار اللي غيكون مسدود غنخشي فيه ساكي حوايج المهم غادي نشوف اش غادي نقدر ندير غادي يجي مربع هنايا هو بلاكار حتى في داك القنت اللي هي اللي كتشوفوا هني في البلاستيك يعني هادشي باش مقادين هاد الساعه ولكن غيجي واحد بحال في هاد الخشب نيت وغيجي لاصق حتى للحيط فين نخشيو فيه كاع داك الشيء اللي كاين في داك صندوق البلاستيك وهني في الوسط غادي يكون كذلك بحال كوفوز طالع وهكا مربع وغيكون فيه بلاكارات مثلا نقدر نخشيو فيه الماء كنضادر ولا شي حاجه د الحوايج صافي هادشي اللي كاين المهم غادي باقي هادشي حتى شهر 9 ولا شهر 10 عاد نعاود نوريكم هنايا صافي ها هو يد اللي هنايا تكون شفتوا المرايا يعني الا بغيتي تقيسي شي حاجه كاين المرايا هنايا فين تشوفي صافي وغير كتسدي كيتطفى الضو هنا المهم اول حاجه غادي نبدا بها
هي صونة. المهم الا بغيت ندير الحمام او الصونة هنايا هي كتخرجي وكتمشي ديريكت للدوش. المهم كتسمع اميره وحيحه مع خالتها. وهذا كيسخن الحوايج مثلا فوق البرد او الفوطه. بغيتي الحوايج تلقاي مغطلي سخان كيبقى هذا مشعول صافي. كتشوفوا راه هنايا الفوق كاينه حتى الضوايا. ونوريكم بلاتي كتشوفوا الضوايا اللي هي يعني كيتحلى كاين بغيت يدخل دكتور وهذا كيطلع باش الا كان مثلا هنا سخون بغينا يتهوى. كتشوفوا المراية اللي فطات كيبان لكم مراية ولكن كاين واحد السر وراهم. كتجري بحال هكا وكيبان لك انك كاين بلاكار لور اللي فيه كاع المنتوجات مثلا الشعر او الوجه اللي كنستعمل. يعني كاين البلاصه الزايده في الواحد يحط شحال من حاجه اللي كيستعملها. يد نفس الطريقه جهه بلاصه رجلي راه كتبان لكم المرايه هكا مقسومه. فين هذا كان ماكي الى اخره. وهنايا الطواليت حشاكم. وهنا كتدي ديريكت التيراس. شوفوا نقدر نتحكم في اي حاجه. مثلا هذا بغيت نحلو غنوريكم كي كيبان واحد الديكور زويون فيه. بالحقيبه النار ما بلي كيتسد ولكن كنسدو عامه ديما. ويمكن هنايا عندنا بروغرام تاع الدار او تاع البيت النعاس. وهذا الدوش هاني وركتي على هذه مزيان فانا اوف كيتحل. وغنوريكم واش كيتحل. كيتحل هذا واش كلي كتبان لكم اميره كتجري كيطلع وكيدخل الضوء اكثر عندنا في الدوش. شوفوا الشكل كيبان لكم هنايا ديال من جهه الطواليت. وعاوتاني نقدر ننزلوا صافي. وهذا غير ديزاين هنا في الحيط في الدار عاطين شويه هذا اللون اللون زعما. وهنايا غي اميره التخربيق ديالها فين كتلعب. ولا بان لكم اسماء تقولوا هذه ديال اش اسماء الثقبه. هاد الثقيبه اللي كتشوفوا هنايا هذه كتشدي وتلوحي الحوايج المسخين. اللي حوايج مسخين كيلحو مني كيمشيو ديريكت لتحت اللكاب. الدوش فين كاينين هادو الدراري وطواليت هي. المهم الدوش هنا فين كيدوشو. هنا بلاكارات الفاطي والدواء و طواليت. وكي كتشوفو حتى هنايا فيه الضوايا اميره. المهم بيت اميره راه هذا خاوي لحقاش هذا خاسر خصو يجي ويعاودوا يصلحوا. داكشي دابا راه ما كاينش الكونه ديالها هنايا ما كتنعسش او النومس ديال ما كتنعسش هنايا. يعني كتجي غير تلعب ولا نقرا ليها تما في الكرسي نجلس انا وياها ونقرا لها قصه ولا تركب فوق هادو تلعب بيهم صافي. وتما فين كنبدل ليها. المهم هذا هو بيت اميره ونسى ديولها مشيت تخشي فيهم. وهنايا ملي كان صغيرة ماما سهلة ها شنو توري تاتا توريها قريد نشوف
بقيتي. المهم اميره راه ولات كتنعس هنايا اي هاد الساعه اصلا. هذا البيت تاع خوها الكبير ما كاينش حيت اصلا هو في برلين، وهنا فين حاطين مسيده في غير تنعس هلي. المهم هنا بيت الدري، يعني ما غاديش صراحه ندخل غير بيوتا تاع الدراري. لا بيسمي تخرجي من برا. المهم نخرج على برا نوريكم على برا ولي نسيت. الضوجي من الفوق فوقي حيت كاين فوق هنايا ثلاثه تحت الضوايد اللي كتقدري تسديهم، مثلا الا كانت الشمس ضاربه كيتسدو باش ما يسخن ما تسخنش الدار، ولا مثلا كانت بابا بحال اليوم كتحليهم باش تضوي الدار كامله. شوفوا الضوايد ثلاثه الفوق ولا اربعه، اعتذر اربعه فلت وحده، المهم اربعه. ودابا غادي نهبطوا لكاب. كتشوفوا هاد اللعيبه كنديرها بحال هكا كيتطفاو الدروج، وعاوتاني كنورك عليها غنوريكم. وشوفوا هنايا كيتشعلوا هذا الدروج على حساب الا كان الظلام الواحد ما يتاكلش. وغي كنهبط كيتشعل الضوء تاع هنايا، نوريكم الخزينه تاع هذا الخزينه الثانيه تايا غي كنشعلها، غي كندخلي كتشعل هي هادي غي بويتك صغيوار فين كديري هذا داكشي اللي كتشري بزايد. وهنايا بيت تاع صابون، المهم غاديش نشعل تحت غي صراحه بيت صابون مصلوح، هذيك اللي كتصلح الفرش تاع النواماس، سطوله تاع الجفاف فين كيتعلقوا الحوايج، المكان الى برودوي فين تعلق الحوايج باش ينشفوا. وعاد هنايا هو صراحه بيت خو اميره الكبير فيهم كاع، غي هو كان في الاول خديناه للضياف، وهو ملي قالك بغى يتعزل بوحدو عطيناه ليه. يعني هذه هي هذه هكا نورمالمون هي تاع الضيوف، وبحال دابا صافي ان شاء الله استقل في راسو غادي نرجعها بيت تاع الضياف. هنايا غي بيرو، هنايا بيت نعاس، المهم بالتراس ديالو يعني هذه قلت لكم زعما الا هو صافي استقل براسو يعني ساكن بوحدو ديك الساعات هذا غادي نرجعوه بيت تاع الضياف. وهنايا غير ديرو، وعلى حسب قلت لكم ديك التقريب اللي كيصيفطوا فيها الحوايج كتجي لهنايا كتلوحو، وكتلوحي مثلا الحوايج هنايا حتى كتعمر وكيديهم الحوايج يتسقنو. هي مثلا كفكره يعني بلا ما تعذبي السلم تقلاها، وهذه كتجر ليها الروايد من التحت ما باينينش. عاد هنايا بيت تاع الالكترو،
يعني اللي علاقه بالدار كامله 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 كاع داكشي ديال الالكتريسيتي الواي فاي الى اخره في هذا البيت هكا مرون شويه. المهم ماشي مرون شويه شويه نيت 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 صراحه انا تمنعش نستفو من غير راجلي نصدق نجلي ليه شي حاجه. واحد واحد اخر حاطين فيه صراحه كاع البالاز حتى تدخيج داكشي اللي ما كنستعملوش. المهم هذيك كي كنقولوا السيترنا تاع الماء هي اللي باش كندوشو كتسخن هذا الماء. المهم هذا البيت راه سخون حيت فيه هذيك كتسخن الماء صافي. بلاكار جمعن فيه كاع داكشي اللي الفاطي داكشي اللي زيد بزايد كاين تما في الداخل. وهنايا عندنا الكوزينه نيميرو 3. المهم هذا لاكاب هذه تيرس فين كاين البيت تاع الدري تيرس ديالو هنايا وهني كيطلع الفوق جهه الدار القدام ولهي تما غير الكراج تاع الدار. المهم ما بقاش حيت كيبان لكم تما حيت كندير هنايا سبور كندير الورك اوت او بحال شكل ديال الكروسفيت. وهنا ان شاء الله صراحه غادي ناخذ لهنا موسيه اللي تكون متوله و يعني نفرق ما بين الكوزينه بهاد اللعيبات هادو هنا هادو كتشوفوا هيك وحده الثانيه اللي صافي فيه حتى التلفازه. هنا فين كان باركي طوموبيلات وصافي. ممكن تشوفوا تبارك الله شتا صافا نيت مع كانت اليامات اللي داز سخون 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 الحال بزاف. خلاص السبت اللي داز 35 درجه راه ما وريتش بلايصكم ونكونوا صراحه حيت كاين كنقولوا اسرار تاع الدار اللي ما خصهمش يتوراو. المهم وريتكم داكشي اللي مهم اللي مثلا المتابعين يقدروا بغاو يعرفوهم ولا اللي عنده شي سؤال ما عليكم يا اما من الاحسن كتبوا لي مثلا في الانستغرام. الانستغرام يعني كنوحل ما بين اليوتيوب واش نجاو في يوتيوب ولا نجاو في الانستغرام كما تسن كان داك تتوقع عليه المشكل. من الاحسن كتبوا لي في الانستغرام انا في الانستغرام ان شاء الله غادي نجاوبكم حيت ما كنعرفش واش نجاوب في اليوتيوب ولا نجاوب في الانستغرام كتوحلي. وخلص انا كام وكاو الزوجه ما كنلقاش الوقت ديما نجاوب 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 يعني كنفضل غير فواحد الجهه يوصلوني الرسائل وان شاء الله نجاوب عليهم. مثلا اسماء منين خديتي هذه بشحال هذه ولا كذا وكذا وكذا. انا الاسماء ما ذكرتهمش غير زعما باش تكون عندكم افكار ولا مثلا بغيتوا تعرفوا هذا الاجهزه تاع المطبخ. نقدر ندير لكم فيديو واحد اخر على حسب ما بغيتش هذا الفيديو يجي طويل بزاف. المهم كنتمنى تكون الجوله تاع الدار نالت اعجابكم. ما تنساوش تشتركوا بالقناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. خليت لكم راحه البال. مع السلامه.